بالنسبة للتمرين اليوم مأخوذ من واحد الطيلي، لكن يمكن نستفد منه لا تحب ثانية باك ولا تحب سنة أولى جامعي، يتعلق بثلاثة الجزء الصحيح. ألوغ بالنسبة للسؤال الأول، مونتخي كو كيلكو سوا إكس كاين تامل إر، قلنا إذا كان عندنا إكس كاين لا ينتمي إلى زد، يكون عندنا أو دو إكس زد أو موان دو إكس كيساوينا ناقص واحد، وإذا كان إكس كاين تامل زد فإن أو دو إكس زد أو موان دو إكس كتساوينا زيرو. دونك بحال هاد النوع من الأسئلة كنخدم على واحد الدالة. دونك اون كونسيدير نشوف بعدا الداله اللي غنخدم عليها، الا كان بالامكان ديالي نلقى فونكسيون بيريوديك دوريه غنختصر على واحد المجال. دونك من بعد جينيراليزي سور ار، ثم سنستغل نتيجه السؤال الاول في السؤال الثاني. دونك دائما بقا تخدموا التمارين اللي كيكون فيهم الاسئله مرتبطه باش تعود تربط بين الاسئله. نستغل نتيجة ذلك السؤال باش نبينو هاد أن الجزء الصحيح ديال هاد لاصوم كيساوي لنا هاد العدد، و سنتطرق إلى كيفاش نقوم فيغ أن شونجمون دانديس. ألوغ السؤال الأول كنخدمو على الدالة مثلا أون كونسيدير لا فونكسيون إف défini sur R par donc واضح ان الداله اللي غنخدموا عليها تكون f de x كتساوي لنا e de x زائد e de -x. alors je vois ça القوها بيريوديك، نحسبوا f de x زائد 1 f de x زائد 1 يساوي e de x زائد 1 زائد e de -x - 1. دونك هذه e de x زائد 1 ستعطينا e de x زائد 1، هذه ستعطينا e de -x - 1. الا كان شي عدد داخل التحفيز داخل الصح كاين تمن زيد كنخرجو. الوغ دونك تساوي اختزل بواحد مع موانز تساوي او دو اكس زائد او موان اكس، يعني وجدنا اي ان اف دو اكس زائد واحد تساوي لنا اف دو اكس، ومنه اف اتين فونكسيون بيريوديك دالة دورية دورها دو بيريود واحد. دونك سنقتصر على المجال مثلا 0 1. الوغ عندنا اف دو اكس كتساوي لنا او دو اكس زائد او دو موان اكس. الوغ بوغ اكس ناخدو كينتمي، دونك نختصرو على المجال 0 1. يمكن تخدم على مجال اخر مثلا 2 3 اللي بغيت. الوغ عندنا بوغ اكس كينتمي لهاد المجال، عندنا اف دو اكس ماذا ستعطينا؟ او دو اكس لكل اكس كينتمي لهاد المجال ستعطينا صفر. الان او دو موان اكس لكل اكس من هاد المجال، دونك هنا اكس عندك كينتمي للمجال 0 1، يعني موان اكس غيكون كينتمي للمجال ناقص واحد صفر. دونك جزءه الصحيح او ديال او موان اكس دونك ستعطيك ناقص واحد، هذه تعطينا ناقص واحد، هذه تعطينا صفر لكل اكس من هذا المجال. دونك بوغ توت اكس دو سيت انترفال لا ان اف دو اكس كتساوي لنا موان زان. اي نشوفوا الان مثلا، دونك لان هاد الاعداد اللي كتنتمي لهذا المجال لا تنتمي الى زد، دونك نشوفوا الان او اف دو زيرو، اف دو زيرو اذا حسبت هادي تعطيك صفر، هادي صفر، دونك اف دو زيرو تساوي صفر. اف لي واحد مثلا بغيت تحسب كذلك اف دو واحد ستعطيك الصفر. دونك ومنه نكونكلي، فمهما يكون اكس ينتمي لار موان زد فإن
f de x كتساوي لنا موان لا. و بور توتيك و بور ما يكون اكس كينتمي لزد فان f de x كتساوي الصفر. دونك لان f دالة دورية دورها واحد. بالنسبة لدوزيام كيستيون، alors on déduire que si P et Q sont deux entiers naturels premiers entre eux. إلا كان عندك P هاد P و Q أوليا فيما بينهما sont premiers entre eux. alors voilà somme ديال سيغمون كي سواحد جوسكا Q موان زان ديال E ديال K في P على Q كتساوي لنا التعبير كتساوي لنا P ناقص واحد مضروبة في Q ناقص واحد على اثنان. اي انت باش يمكن لك تعرف شنو خصك توجد، يعني خصك توجد تعبيرين اثنان بحال هاد اثنان تعبير هاد اثنان فهاد التعبيرين خصك تحاول توجدها ديال هاد لاصوم. خصك تلقى بي ناقص واحد مضروبة في كي ناقص واحد، وعندك كي ناقص واحد في هاد البورن، يعني انت خصك تلقى بعد ما توجد دو في هاد لاصوم هادي، يعني خصك تلقى هنا بي ناقص واحد، لان كنعرفو لاصوم مثلا ملي كيساوي واحد جوسكا كي ولا كي موان زان ديال بي، هاد بي ني با لا لا يتعلق ثابت في كونستون لا يتعلق بهاد كا، دونك هادي كتساوي لك كي ناقص واحد في بي. يعني ولا كانت عندك بي ناقص واحد غتكون عندك كي ناقص واحد في بي ناقص واحد. وحنا نحاولو نوجدو هاد دو فوا هاد لاصوم ونخرجو هاد بي ناقص كي. كيف ذلك سنضطر الى شونجمون دانيس. الو عندنا لا سوم ك زائد واحد حتى ك كيساوي عفوا من ك كيساوي واحد جوسكا ك موان زان ديال او دو ك بي على ك، دونك تساوي لا سوم دو سيغما. دونك باش يمكن لي نخرج هاد بي، يعني خصني نوجد بي، يعني خصني نحاول نوجد هنايا كي، وباش نعاود نوجد اون اوتر فوا هاد لا سوم لا ميم التعبير لي ميم اكسبريسيون ديال هاد لا سوم، يعني خصني يكون عندي مثلا ك في بي على كي. كي في كي غنختزل بيهم غتبقى عندي بي، وهاد ك في على كي دونك ستعطيني هاد لاصوم افيك لو سين موان باش ما تختزلش مع الاخرى. الا كان لو سين بلس يوقع اختزال ديال لي دو سوم. دونك هذا هو لو شونجمون دانديس اللي غادي نوضع. غادي نوضع مثلا غادي نسميها ك بريم، اعطيه اي اسم. دونك اضع ك بريم او ك بريم كيساوي ك موان ك. دونك الى وضعت ك بريم كيساوي ك موان ك ماذا سيحدث؟ هاد ك ماذا الى كان ك كيساوي واحد، يعني ك اعطيه واحد، اعطيه واحد ك اعطيناه واحد، دونك ك ك بريم كيساوي ك موان زان. الان الى كان ك في حالة هاد ك هذا كان كيساوي Q موان زان، يعني هاد كنشونجي لو بورن ديالهم كذلك، لان هادي كا حتى كا كيساوي Q موان زان، يعني كا غي كا بريم غي يصبح يساوي Q هاد Q موان Q موان زان. دونك كا بريم كيساوي ناقص هادي عفوا مسبوقين بناقص بجوج، يعني كا بريم يساوي واحد. بالتالي فهاد لاصوم هادي بعد ما قلنا بتغيير شونجمون دانديس تصبح لا سوم دو سيغما من ك بريم كيساوي، دونك منين غيكون بادي؟ غيكون بادي من ك ناقص من ك ناقص واحد، من كي عفوا ناقص واحد حتى الواحد، تعكس لهم الترتيب ديال او. دونك هنا يكون عندك كي
ناقص ك بريم في بي على كيو. هاي وضعنا ك بريم كتساوي كيو ناقص ك. انت وعاود وضع فين ما تلقى ك ك عوضو. دونك ك كيساوي واحد غتعوض هنا ك بواحد. دونك ك بريم يعطيك كيو ناقص واحد. ك كيساوي كيو موانز ان كتعوض ك بكيو موانز ان. دونك توقع اختزال غيبقى عندك ك بريم كيساوي واحد. دونك هاد لا سوم تساوي دونك كتساوي لا سوم دو سيغما. دونك بما ان الجمع كوميتاتيف لاديسيون كوميتاتيف سيغ ار يمكنك تغير لي بورن ماشي هذا تقلب الترتيب ديالو ماشي مشكل. دونك ديال من وهاد كا نمشيو. دونك من كاب بريم كيساوي واحد جيسكا كاب بريم كيساوي كي موان زان عامل لي. دونك هنا جو صحيح ديال كي موان كاب بريم بي على كي. دونك هاد كيب كاب بريم ولا كا سيت اون فاريابل ميوت يمكن تعطيه اي اسم. يمكن لا بغيتي تسميه الان كا يمكن لك تسميه سميه اي اسم. حنا دونك وضعنا ونا في ان شونجمون دانديس باش تبان الصوره. لا بغيتي تخليه تخدم دونك خاصك تعاود تعطيه الاسم كا باش تبين المطلوب منك. يعني هذه لا داعي لكتابتها. يعني نديرها مثلا في سيغ لو بغويون تساوي. دونك هاد لا سوم تساوي دونك لا سوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جيسكا كو موان زان ديال او. دونك هنا كا اختزل بكا هنا وهنا. دونك يبقى لدي بي هنا ناقص كا بي على كو يساوي. دونك هاد لا سوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جيسكا كو موان زان. هاد بي ينتمي لزيد يمكن لي نخرجو. دونك يبقى لدي هنا فقط او ديال موان كاف بي على كو. هادي زائد بي بطبيعة الحال داخل في المجموع ديال سيغما يساوي. دونك لا سوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا كي موان زان. نلاحظ ان هذا الا كان عندي رجع للسؤال السابق باش نعرف هاد لا سوم شنو غتعطيني. قلنا الا كان او دو اكس زائد او موان دو اكس لا الى اكس لا ينتمي الى زيد ستعطيك او دو اكس زائد او موان دو اكس ستعطيك ناقص واحد. اي ان او ديال موان اكس ماذا تساوي او دو موان دو اكس تساوي ناقص او دو موان اكس. رجع لنا او دو موان اكس تساوي ناقص او دو اكس ناقص واحد. خدم بهاد ليغاليتي هادي وهاد الاعداد كاملين اللي في هاد لاصوم هادي كاملين ينتميو الى لا ينتميو الى زد. علاش؟ لان بي و كي اوليا فيما بينهما و كي وهاد ك لا يقسم كي. يعني ما توقعش دي سامبليفيكاسيون. علاش؟ ك لا يقسم كي لان ك اصغر من كي. عندك ك ينتمي دونك كياخد هاد لي فالور من واحد دو جوسكا كي موان زان. دونك هاد تقدر تقع دي سامبليفيكاسيون مع لو فاكتور برومي ولكن ف كو لا يقسم ك لان ك صغر من كو. دونك هذه ستعطينا حسب نتيجة السؤال السابق ستعطينا دونك او ديال موان اكس تعطينا ناقص او دو اكس ناقص واحد لان هاد اكس لا هاد لي اكس كاملين لا ينتمي الى زد.
لا في هاد لاصوم هادي. دونك هادي تساوي ناقص، نخرجو هاد ناقص واحد ناقص او ديال كاف بي على كيو زائد بي. هادي لاصوم تاعنا. هادي كلها لاصوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جيسكا كيو موان زان ديال او دو كا بي سور كيو كتساوي هادشي. دونك الان عندك هنا كذلك هادي لاصوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جيسكا كيو موان زان ديال او ديال كا بي على كيو يساوي. دونك هاد لاصوم الاخرى الى رجعتها لهنايا لهاد الطرف يصبح عندي دو فوا هاد لاصوم هادي كتساوي لنا دونك هنا وهاد لاصوم دو سيغما يعني هاد لاصوم فرقت عليهم استعملت علاقة شال. هاد لاصوم دو سيغما والله يمكن نمشي هنا بالتدرج هنا خلي هاد لاصوم. دونك لاصوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جيسكا كيو موان زان ديال او دو كا بي على كيو تساوي لا صوم دو سيغما ديال ناقص واحد بي ناقص واحد. دونك هذه ستعطيني كيو ناقص واحد بي ناقص واحد زائد هاد لا صوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا كي موان زان ديال كا او دو كا بي. او دو كاف بي على كيو. دونك هذا رجع للطرف الاخر يصبح لدي الاثنان لاصوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا كيو موان زان ديال او دو كاف بي على كيو. دونك يساوي يبقى لدي كيو ناقص واحد بي ناقص واحد. دونك هاد الاثنان رجع لها الطرف هاد الاثنان هادي يمكن يرجع لها الطرف يبقى لدي دونك على اثنان. ومنه فلا صوم دو سيغما من كا كيساوي جوسكا كيو موازان ديال او دو كاف بي على كيو كتساوي لنا تبعين. شكرا على متابعتنا، نلتقي مع تمارين اخرى. شكرا لكم.